لما المدرس يسألك على فلوس الدرس قبل ما أبدأ الحصة، اللي مش جايب الفلوس يروح. أيوة أنا جايبها يا أستاذ. وأنت؟ أنا نسيتها يا أستاذ. روحي وما تجيش إلا وأنت معاك الفلوس. أنا بقى ما جبتهاش. ماشي ماشي يا ابني، بجيبها معاك الحصة الجاية. لا ما هو أنا مش هجيبها. خلاص خلاص يا ابني اللي أنت شايف. الطبق ده هيبقى من حظ مين؟ أنا يا ماما. لا طلعت أصيلة، هاتيلي بقى أنا الطبق. اللي هيقولنا بتضحكني ولا هياخد الطبق ده؟ غبي خطف غبية، ركبها العربية، قعدت تصور، قال لها هتسكت ولا هنزلك؟ قلت له لا هسكت. مش حلوة خالص، قول يا ابني. اسمعي بقى يا أمي، محدش بيقول لبنته اسمك إيه، قالت له وعد، قال لها أقسم بالله ما أقول لحد. هي كده خلصت؟ أيوة يا ماما. هو قال حاجة تضحك؟ جميل، خدي قلب امك. هاتي يا ماما. اهو يا حاج، يلا يا حاج على انا شفته اللي سمعته يا حاج. عمل ايه الزفت ده؟ ده انا سمعته بيكلم واحده وبيقول لها. الو ايه يا حبيبتي، عامله ايه؟ حضرتك الحيوان؟ 5 دقايق وابقى عندك. حضرتك حيوان ومع واحده. الله يعلمك الادب يا ابن الكلب. بابا يا نهار اسود، اصبر. انت فين يا زفت؟ ايه يا بابا، صاحب رجليك كسرت دلوقتي واحنا معاه في المستشفى. مع صاحبك؟ والله في حديقه الحيوان يا حيوان. تجيلي دلوقتي من حديقه الحيوان يا حيوان. سلام سلام، انا ماشي ابويا عارف. ازاي حضرتك يا فندم؟ معاك مندوبه من شركه هواكم. هواكم؟ ايوه يا فندم، هواكم لتعبئه ازايز الهواء. انا مش فاهم حاجه يا فندم. ببساطه شديده يا فندم، الهواء الفتره الجايه هيقطع زي ما النور والميه بيقطعوا. يا نهار اسود. لا يا فندم، لا اسود ولا حاجه، الفكره انك تلحق تخزن ازايز الهواء قبل الكميه ما تخلص. اسعاركم ايه طيب؟ في عرض يا فندم، وانت من المحظوظين اللي هتستفاد بالعرض معانا. عمار يا مصر، ايه العرض؟ بص يا فندم، هتاخد الازازه الاولى معانا ببلاش. ايوه بقى كملي. وهتدفع معانا الثمن الازازه الثانيه ب 199 جنيه بس. بس انتوا غاليين قوي. لا يا فندم، ده عرض، وبعد الازمه دي ما تعدي هنيجي لحضرتك ونقول لك على الازمه الجديده. ازمه جديده؟ بابا انا عايز اخطب صاحبتي، مفيش جوازه الا من العيل. ما تقولي حاجه يا ماما. هتكلم اقولي بس، ما انت عارف ان العيال ما ينفعش يتجوزوا من بره. يا خساره، كان عندها 20 فدان وخمس عماير وعربيه. بيقول 20 فدان. بقول لك ايه، انت مش مظبط مع البيت؟ ايوه طبعا يا بابا. طب ما تنجز بقى وخد معاد منه. ايوه كده يا حاج. طب وبالنسبه لنظام العيله؟ عيله دول 20 فدان.